في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين في مجال الصناعات الحرفية والتي تحتاجها كافة المجتمعات المحلية، أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة بدء تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات التي تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة في عدة مجالات مختلفة تناسب الشباب من الجنسين، وهي الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والأثاث والنجارة. وأوضح الوزير أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 3 أشهر وينفذ في 12 محافظة في نوفمبر القادم.